ايوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد لقناة تيك برو. في هذا الفيديو بإذن الله تعالى راح نوريكم كيفاش دير ميزاجور تاع الديمو تاعك الجيون لا ستار سات. في هذا الفيديو نعطيكم مثال بالديمو تاعي جديد جامي درت له ميزاجور، وبالطبع باش تستفاد من السيرفر المجاني ولا الاي بي تي في ولا الانترنت لازمك دير له تحديث. التحديث هذا هو اللي يدخل اليوتيوب والخدمات هذوك. هنا كما راكم تشوفوا عندي جيون 2500 اتش دي بلس. هنا تدخل للسيت اللي نتاعو تلقاه في الديسكريبسيون في الوصف من تحت zenith.ww.com. تدخل له تحوس الديمو تاعك وتليشارجي الميزاجور كما شفتوا هنا. تحط الفيشي في تلقاه وينرار اكستراكت الفيشي حطه في فلاش ديسك، لوح الفلاش ديسك في ديمو كما شفتوا هنا في الفيديو. تدخل له وتكليكي اوكي. هنا العملية تقعد دقيقة من دقيقة لزوج دقائق باش يدير الميزاجور تاعو. كيما راكو تشوفو هنا كي يخلص يرو ديماري الديمو. فوالا دوك شوية يشعل كاليتي ديماج عيانة شوي. المرة الجاية بربي ان شاء الله ندير الكاميرا ستابل. اي فوالا دوك يبوتي الديمو. هنا كيما راكو تشوفو ديمارا الديمو افيك هاي الفيرسيون الجديدة 1.44. يعني هنا تحسو بثقل خفيف في الديمو، يعني كاين ثقل في المنيو كي تبدل القنوات. هنا F1000 اكتيفي الباتش اكتيفي الانترنت. هنا ظهرنا الخانات تاع السيرفر، سيرفر خدمات الانترنت نتورك اب الواي فاي كلش. هنا نروحو نفورماطيو الديمو تاعنا باه يتنحالو الثقل هذاك لي فالور ديزين. فوالا ديمو فورماطي سي بون، رانا عاودنا ولينا للزيرو. هاي نو شانل لا توجد حتى قناة. كيما راكو تشوفو السيرفر كونيكتي، يعني لكن ما دخلتش الكود الواي فاي من قبل لازمك تدخلو. السيرفر سي بون جي شهر 3 راهو كونيكتي. انا هنايا عندي ملف قنوات، يعني ملفات القنوات تقدر تلقاهم في حوس في جوجل اسم الديمو تاعك وملف قنوات، يعني بلا ما تروح تشرشي على القنوات. هنا ملف قنوات كيما الميزاجور تحطو في فلاش ديسك كيما راكو تشوفو هنا. فوالا وتكليكي ميزاجور تكليكي عليه اوكي. دوك يدخل القنوات وحدو. ممكن نطول شوي على حساب عدد القنوات اللي كاين. كيما انا هنا الفيشي هذا اللي تيليشارجيتو دوك نحط الرابط تاعو في ديسكريبسيون. يعني هذا الفيشي اللي وكل ديمو عنده الفيشي تاع الميزاجور وتاع القنوات خاص به. يعني يكون دير فيشي تاع ديمو واحد اخر في ديمو مختلف، يعني قادر كيما نقولوا بالعاميه تعميها. هنا الفيشي هذا تاعي فيه تقريب 8 ولا 9 اقمار، يعني نيلسات استرا هوت بيرد. كيما راكو تشوفو كيخلص فوالا هام طلعوا لنا لي شان هام لي ساتيليت. نروحو لنيلسات نريقل ال ام بي الكابل. اي فوالا النهار تي في. نروحو للاسترا نتستيو السيرفر تاعنا الا كان راهو يمشي، الا كان يفتح لنا ليشان كريبتي. اي فوالا القنوات تلونو بانسبور سي بون. القناه السيرفر يمشي القنوات يتفتحو. هذه هي يعني طريقة تحديث دير ميزاجور للديمو. يعني كي تشري ديمو جديد لازمك ميزاجور كيما قلت مع الاول، لازمك دير له ميزاجور باش تقدر تاكتيفي السيرفر. هذه الطريقه سهله، يعني كنت راه عندي ريباراتور يقول لك ب 20 30 الف نورمال، وهي ابسط ما يكون. فوالا وصلنا لنهايه الفيديو. لكن عجبك الفيديو وافادك روح الباج الفيسبوك تاعنا دير نجام
وابوني في لاشين يوتيوب، نتلاقاو فيديوهات قادمة بربي ان شاء الله. سلام.